شيوات مجربه وديده مع لاله سعيده من مراكش. سعيده اهلا وسهلا اختي جميله. اهلا بك ديره، لاباس عليك؟ كيف راكي؟ الحمد لله، انت صحتك على خير؟ تحيه ليك وتحيه لهند وتحيه للطاقم تاعك نتاع هذا الاسم كله اللي توحشتو بزاف. هي غبرتي عليهم؟ غبرت عليهم الشهر هذه وانا غابره عليهم. هي شي سفر شي فين سافرتي؟ الفضول فين سافرتي؟ مشيت نواحي تاع تارودان. ترواد دانت زوينه المدينه. بعد فوجتي دوزتي العطله ديالك على احسن ما يرام. دزت مزيانه واخا ما خدامش عندنا شدا اسم، ولكن دزت مزيانه. المهم بعد استمتعتي بالوقت؟ استمتعتي مع العائله والحباب والناس وزرتي وتزارتي؟ دزت العطله زوينه صراحه الحمد لله. هادشي اللي بغينا. قولي سعيده، واش جيب لنا شي شهيوه من تارودانت ولا شهيوه من مراكش؟ اللي بغيتي تاعك في مراكش، بغيتي تاعك في شلوح. بحال المغرب كل واحد. كل واحد غير يعني الاطباق هما اللي مختلفين. كل واحد وداك الشيء اللي كيدير. حنا كنطيبوا داك الشيء البلدي وهنايا لا تيدخلوا معاه شي حاجه عطريه. يلا انت اللي جات من عندك كيف كنقولوا سمن وعسل يا سعيده. يلا نعطيكم كيك بطريقه امازيغيه. انا عرفت كنعرف الطاجين بطريقه الامازيغيه، ولكن كسكسو بطريقه امازيغيه، لكن كيك بطريقه امازيغيه هذا ما عمرني عرفته. ايوا شتي كل شيء كاين اللي كيطيب كل شيء بديك العود البيض البلدي. نعم يعني هذاك الشيء علاش يقول امازيغي حيت تما حنا تاعتنا كنديروه. نعم يلا سعيده. كيك امازيغي. عندنا كيس تاع زيت العود. نعم. وعندنا أربعة البيضات. وعندنا الدقيق تاع الشعير. دقيق الشعير شحال؟ يعني نشوف عاد الشيء اللي بغي يخلط من داك الخليط. كاس تاع زيت العود حسب الخليط ياك؟ انا زيت نديرو فيه، انا ملح تنديرو غير شويه. قبيصة ملح. وكنديرو جوج خمارات. وكنديرو كاس تاع الحليب. صافي داكشي اللي تيكون فيها وكنخلطوها. صافي هادشي اللي كيكون فيها كاس ديال زيت العود، ربعه ديال البيضات، دقيق ديال الشعير حسب الخليط، شويه ديال الملح ولا قبيصه ديال الملح، جوج ديال الخمارات حمرين، وكاس ديال الحليب. صافي داكشي اللي تيكون فيها. ما فيهاش سنيده؟ ما فيهاش؟ لا ما فيهاش سنيده. واش هادي كتكون مالحه؟ تتكون مالحه هكاك. السنيده حيت السنيده يعني تيقول لك خايبه، هادي تما عندنا شفتها تيقول لك لا ما غاديش نديرو السنيده، كيديروا داك يعني تيكون مالحه. نعم اذا هاد المكونات كلها كتعملها في الخلاط الكهربائي. وكتخلطي؟ وكنخلطو وتنديرو في الخلاط وتندخلو للفران. ما كتسقاب حتى شي حاجه. زوينه يعني الناس اللي ما تياكلوش الحلاوه راه تجي لهم زوينه. مزيانه هادي حتى الناس السكري والناس اللي باغيين يعملوا ريجيم، حتى دقيق الشعير حتى هو مزيان، حتى الناس اللي كيكون